أولاً، هذا ما يدعى بالرمال المتحركة. ثانياً، هذا ليس أرنباً بل نوع من الكنغر. ثالثاً، سمكة غريبة. رابعاً، فقط دودة تحاول إخافة المفترسين. خامساً، أعتقد أن فرخة لا تكفي. سادساً، شاهد كيف هذه الحشرة تجدد نفسها. سابعاً، لا حظ لمفترس مع هذا الوعل. ثامناً، اعتداء سافر والرد كان قاسياً. تاسعاً، فلينادي أحدكم المدير حالاً. عاشراً، هذه قدرة الله سبحانه. 11، خطوة خاطئة تعني النهاية. 12، موهبة فريدة. 13، فك مخيف. 14، سبحان الله العظيم. 15، من عرف هذا المخلوق؟ 16، إنها قوة الطبيعة. 17، هذا القارض يسمى بيك ويندو ثنائي اللون. 18، كأنك ترى كوناً آخر. 19، يحاول إرضاء شريكته بأي شكل. 20، لا تقترب أكثر. 21، كأنه يشرح شيئاً. 22، يوم شاق والغنيمة دودة. 23، شجار غير متكافئ. 24، من يجرؤ على تربية هذه السلحفاة؟ 25، تثاؤب هذا أم ماذا؟ 26، فرخ أناني. 27، سمكة تحضن صغارها عن طريق الفم. 28، مشهد يصيب بالدوار. 29، استراحة محارب. 30، إن التفكر في خلق الكون وفي الزمان وكيف إن الأقوام تتغير والأجيال تتعاقب سوف يقوم الإنسان إلى حقيقة واحدة وهي أن الحياة فانية